الخير على الجميع ويلا حيهم وش حالكم عساكم طيبين. طبعا من مطار الملك فهد الى ان شاء الله مطار مسقط الى سلطنة عمان بالسلامة لنا مع ابو محمد الحاب. الله يبقيك. يا هلا وسهلا. طول عمرك. مساكم الله بالخير جميع وباقي المتابعين. الله يطول عمرك. على كل حال ان شاء الله اول ما نوصل نوافيكم بكل الاحداث وكل الاخبار اللي تكون قدامنا ونقول لكم ترقوا ان شاء الله في خبث القعده. خبث القعده. المنشد اللي ضرب صوته ترند في الوطن العربي ما شاء الله تبارك الله محمد من غرمان من المملكة العربية السعودية الغالية على قلوبنا اليوم متواجد بسلطنة عمان وبخبة القعدان. أبرك هالساعة والله لا يهينك يطول عمرك على كلامك الذرب هذا ونقول لهم إن شاء الله ترقبونا بكرة إن شاء الله ولا اليوم ذا اللي أصبحنا فيه بإذن اللي ما تنام عينا في خبة القعدان. يا أهل السلطنة بكرة ننتظركم بالمسرح الكبير اللي وراه اللي تات بددوه. مرحبا ومسهلا. ننتظركم بكره بخبه القعدان وفي تدشين عمل حصري وطني ما شاء الله مفاجاه الحفل والموسم. الله. كتبوا في جوجل خبه القعدان على الخط السريع طبعا الموقع. ومرحبا بكم. ومرحبا بالجميع. مرحبا والله ومسهلا بالجميع. بذمه انك نورت السلطنه. الله يطول عمرك. يا مرحبا محمد. يا مرحبا الشيخ. يا هلا. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناه تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله.